الحياة كلها ركض، منركض لنروح عالشغل، منركض لمواعيدنا، منركض ورا ولادنا، منركض لنثبت حالنا، بس لما يتعلق الأمر بركض مسافة 42.195 كيلومتر منتوقف. بلبنان مش واجب علينا نركض، نحن محتاجين نركض. نحن أكتر ناس بحاجة للركض، نحتاج نركض لنتمكن من السيطرة على الضغوطات اليومية اللي منعيشها، ليكون عنا القدرة على التنفس ونستعيد تنشؤ الهواء. نركض لنتغلب على التحديات، لنكون أكتر قوة، صحة وسعادة. 542 هو برنامج تدريبي بتنظمه جمعية بيروت ماراثون، وهو وليد قناعتنا أنه بمقدور أي إنسان يركض الماراثون ويجتاز خط الوصول لسباق 42.195 كيلومتر. لما تم إطلاق هالبرنامج سنة 2014 كان هدفه جمع العدائين المتطوعين اللي عندهم الخبرة مع الأشخاص اللي بيركضوا لأول مرة وراغبين يكملوا مسافة الماراثون. سنة 2016 استقطب برنامج الـ 542 المرتكز على المجتمع أكثر من 240 عداء ركضوا للمرة الأولى. So فتت ببيروت ماراثون 542 لأنه I was looking for a new challenge. حابة أتحدى حالي وأتحدى العالم حوالي وأقول لهم أنه أنا بقدر أركض. ركضت تقريبا 3 أرباع بس شفت الكل عم يركض كتير محمس كتير الفن وعم يركض مبسوط فتحمست معهم وقدرت أركضها كلها. وانقسم العدائين لمجموعات بقيادة المدربين وليد إباني، علي إضامي، كريم رمضان، شكر نخول، جهاد برجي، مصطفى أحمد، هوري سفيان، شرب النصر، جهاد شعيب وجورج عماد. البرنامج توجه اهتمامنا للفريق الطبي ببيروت ماراثون لدعم الأشخاص اللي بيركضوا لأول مرة وتزويدهم بالمعرفة الصحيحة. بعد 5 أشهر من التدريب انضم 155 شخص لقافلة 42.195 كيلومتر، وبتاريخ 13 تشرين الثاني 2016 150 منهم صاروا عدائين ماراثون. فرصة اليوم بعد قدامكن، ما عليكن إلا التسجيل ببرنامج الـ 542، الالتزام للتغيير، ربط حذاء الركض والالتحاق بقافلة عدائي السلام بلبنان.